اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثانيه، وبتكون فقره مميزه ثابته معانا كل يوم ثلاث. بنتكلم في قضايا كتيره جدا وبنتكلم في ملفات مهمه جدا مع الضيف المتميز اللي انا بكون موجود معاه اول مره، وبتشرف ان انا موجود معاه الكاتب الصحفي الكبير والناقد الراديو الكبير الاستاذ احمد عويس. برحب بيك يا استاذ احمد. وانا مبسوط يا عمر، انا معاك، برحب بيك ومشاهدي قناه النادي الاهلي، ويا رب تبقى حلقه لطيفه يعني، ونبقى ان شاء الله ضيوف خفاف على المشاهدين. لا ان شاء الله دايما يعني بتكون متميز، واكيد ارائك بتكون مهمه جدا. وعايز ابدا معاك كده في حفل افضل 2019، واللي كانت يعني تم اقامتها في مصر في مدينه سهل حشيش، وكل العالم اتكلم عليها زي ما مصر متعتنا في بدايه القرعه قبل امم افريقيا تحت سفح الاهرامات. ختمنا ختام البطولات اللي مصر نظمتها بحفل الافضل 2019 واللي تم اقامته في سهل حشيش. رايك ورايك في الجوائز وحاجات كتير هتكلم بيها معاك يعني. احنا بص، هو الحقيقه هو عام افريقي متميز جدا لمصر، يعني بدا بان احنا خدنا تنظيم كاس الامم في يناير 2019 ب 16 صوت لمصر مقابل صوت واحد لجنوب افريقيا، وده الحقيقه كان انت اول مره تكسب جنوب افريقيا في تصويت اخر تصويت بيننا وبين جنوب افريقيا. الحمد لله كنا واخدين صفر. فالحقيقه انت كسبت جنوب افريقيا 16 وهم خدوا صوت واحد في تصويت لتنظيم كاس الامم. تمام. بعد كده كانت القرعه المبهره جدا اللي كانت تحت سفح الاهرامات. بعد كده البطوله اللي تم تنظيمها بصوره مبهره جدا في اربع مدن مصريه والست سادات، كانت تنظيم اكثر من رائع. بعد كده دخلت على قرعه اندر 23، بعد كده دخلت على البطوله نفسها 23 سنه واللي قدرت تحقق فيها البطوله، وبعد كده بتختم عام افريقيا. مش العام نفسه يعني اربع سبع ايام من العام الجديد، ولكن هو هيتحسب على 2019. فالحقيقه عام افريقي متميز جدا لمصر، والحقيقه انه خلينا بس ندخل في منطقه ملغمه شويه. انا كنت لسه هاخدك دلوقتي ليها بس انت سبقتني. يعني اعلان الاتحاد الافريقي فوز الاتحاد المصري بجائزه افضل اتحاد افريقي. هو الحقيقه كان الجائزه كانت الجواب نفسه بتاع الكاف، هي جايزه مخصصه للمهندس انا بوريدا، يعني هي طالعه باسم المهندس انا بوريدا، حتى الانفنتينو قال هاني حسن ابو ريده، يعني مش رايحه للاتحاد المصري، هي رايحه للجنه المنظمه التنظيم على التنظيم بتاع كاس الامم وعلى المسابق كاس الامم. وبعدين خلينا نقول يعني نكون واضحين، ما هو تنظيم كاس الامم 23 سنه كان اللي جايبه المهندس انا ابو ريده ومجلسه من بدري، بدري الجهاز الفني والمجموعه اللي اشتغلت كان اللي مختارها المهندس انا ابو ريده. فانتوا زي ما تنسبوا نجاح او فشل تنظيم وبطوله منتخب للمهندس انا ابو ريده ومجلسه، لازم تنسبوا نجاح او فشل اندر 23 للمهندس انا ابو ريده ومجلسه. يعني احنا ما ناخدش ناخد حته ونسيب حته. المهندس هاني ابو ريده ومجلسه مسؤولين عن فشل المنتخب الاول في كاس الامم الافريقيه. تمام. المهندس هاني ابو ريده ومجلسه مسؤولين عن نجاح المنتخب الاولمبي في تصفيات اندر 23. ما هو معلش الاستاذ عمرو الجنايني ومجلسه او المجموعه اللي بتدير الكوره المجلس المؤقت كيم شهر 8 بتروح في شهر 11. المنتخب ده بقى له سنتين بيتجهز. منتخب شويه غريب بقى له سنتين بيتجهز. فحرام نغفل دور الناس اللي اشتغلت. انت بقى على خلاف معاهم، انت مش قابلهم، انت السوشيال ميديا مش عاجباهم، الناس راحت ورا ده، دي قصه ثانيه. نروح بقى للمنطقه الثانيه، عدم حضور محمد صلاح. طب انا ممكن اسالك سؤال قبل عدم حضور محمد صلاح. انت اتكلمت وقلت عن نجاحات الاتحاد المصري كره القدم في 2019، تقريبا اربع ايفنتات، قرعتين وبطولتين، وبالتالي نجاح الاتحاد المصري كره القدم من وجهه نظر الجميع. طيب هل حضرتك شايف انتقاد محمد صلاح على السوشيال ميديا للاتحاد المصري والجائزه اللي حصل عليها، هل حضرتك شايف او ليك راي او ليك كواليس ممكن تحكيها لنا، بما انك يعني راجل يعني موجود بقوه في بص انا عارف انا عارف انا عارف ان محمد هيجي مش هيجي الحفله من قبل الموضوع باسبوع تقريبا. وعارف سبب هو اعتراضه على لا خلينا نكون واضحين، هو اعتراضه على يعني هو يعني هو حضرتك اعتراضه على الجائزه ولا اعتراضه بعدم تتويجه؟ لا لا ملوش علاقه بتتويجه، الحفله لو كانت بتتعمل في تنزانيا كان راح. كان راح. لا لا يعني خلينا نكون واضحين يعني. لو يعني هو تنزانيا مشكلته ان هي في مصر؟ مشكلته ان تنظيم ان يعني انه نفس المجموعه هي لسه بتدير الكره المصريه. فهو مش عايز يجي عشان كده. طيب. عشان كده كان رد فعله على الجائزه بالليل اللي حصل. طيب. ده. بص خلينا انا وجهه نظري الشخصيه. محمد له مطلق الحريه
يفعل ما يريد. تمام. عايز يجي ما يجي ما يجيش. اي لعيبه العالم كلها بتعمل كده. تمام. يعني تمام. رونالدو ما بيروحش البالون دور ومحدش بيقول له انت ما روحتش ليه، او حتى لو معموله في البرتغال ممكن يعتذر. فمحمد ليه مطلق الحريه لانه يروح او ما يجي او يجي او ما يجيش. وبرده ده لا يقلل من وطنيته، لانه محمد كنت لسه اسال حضرتك حتى لو بطوله اتعملت في مصر وان احنا كنا محتاجين نشوفه علشان طب يا جماعه ما هو تعال نرجع تاني قبلها قبل الحدث ده باقل من 20 يوم ليفربول بيتوج بلقب كاس العالم للانديه في قلب قطر ومصر بينها وبين قطر ما يعلمه الجميع. محمد صلاح بيجيب علم مصر وبيلف الملعب وبيستلم جائزته بعلم مصر وبيستلم جائزه احسن لاعب في البطوله وهو حاطط علم مصر على كتفه. فلا محمد مصري وفي خلاف. تمام خلاص يعني ايه له مطلق الحريه في الخلاف. هو بقى على حق ولا مش على حق في الخلاف دي قصه ثانيه. تمام. يعني هل انت هتختزل مصر والبلد في الخلاف مع اتحاد الكوره او الخلاف مع المجموعه اللي كانت بتحكم الكوره في مصر في فتره من الفترات؟ لو انت هتختزل ده فده غلط. يعني انت تختزل وطنك وبلدك ومنتخبك في ده فده غلط. لانه انت محمد بقى من الناس الناس بتشجع يعني في ناس بتشجع الاهلي وفي ناس بتشجع الزمالك وفي ناس بتشجع محمد صلاح. يعني في ناس بقت مشجعين محمد صلاح. لاعب في روما بتشجعه، لاعب في فرنتينا بتشجعه، اللي راح ليفربول بتشجعه، لما كان بيلعب سبع دقايق في تشيلسي كانت بتشجعه. فمحمد بقى ليه مريدينه ومريدينه مش قليلين بالملايين في مصر. ملايين يعني شعبيته بقت زي شعبيه الفرق الكبرى. لو هنتكلم سوشيال ميديا استاذ احمد عنده على الانستجرام 35 مليون متابع. 35 مليون على الاقل 23 مليون مصري. ما انا بتكلم في رقم يعني احنا خلاص قربنا هو عدى يعني الرقم ده عدى ارقام دول يعني عدى تعداد سكان دول. بالظبط. طلع عداه على الانستجرام. فمحمد لا ما انت محمد بقيت لازم محمد يعرف انه بقى حاجه مهمه للمصريين وحاجه مهمه للشعب المصري. لازم يعدي مرحله الزعل والقمص لانه اعتقد انه بقى في منطقه ثانيه. واتمنى انه معسكر مارس محمد موجود يعني لانه طب لسه. تفتكر ان ممكن يحصل فيه توابع بالنسبه لمعسكر منتخب مصر وعلاقه محمد صلاح بالمنتخب المصري الايام اللي جايه؟ هو بعد كاس الامم حتى الان محمد لم ينضم لاي. طب هل ممكن يكون فيه توابع؟ هو في كلام انا قريته النهارده انه الكابتن حسام البدري طلب انه يسافر عشان يحضر مباريات الثلاثي المصري في مباريات الدوري الانجليزي. والحقيقه انه ما اعرفش هل هيسافر عشان يتابع محمد صلاح أو يعني مش فاهم. يعني كابتن حسام البدري لحد 3 اسابيع فاتوا ما كانش بيروح ماتشات الدوري المصري اللي بتتلعب في مصر. لحد ما احنا قلنا انا قلت هنا كابتن حسام ما اعرفش حضرتك ما بتروحش ليه، فبعديها بثلاث ايام بدا يروح. فهل كابتن حسام اللي ما كانش بيحضر ماتشات الدوري المصري هيروح يحضر ماتشات استون فيلا وليفربول اللي غالبا بنسبه 80% لا المحمدي ولا تريزيجيه بيبداوا؟ يعني هتروح تتفرج على 7 دقايق للمحمدي. طب ايه المغزى من طلب كابتن حسام بالسفر لانجلترا علشان يحضر الماتشات؟ عايز تفسح. معقوله كابتن حسام بدري؟ حسام بدري على طول قولا واحدا كابتن حسام على طول يروح كندا على طول. ما انا بتكلم في كده. هو مش يا عمر يعني 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 خلينا يعني نتكلم في الموضوع يعني نتكلم في الموضوع بجديه بقى مش بهزار. تمام. انت هتروح عشان انت عندك 4 محترفين. تمام. حجازي لا يشارك بصفه اساسيه في ماتشات فريقه وست بروميتش في الدرجه الثانيه. لا تريزيجيه ولا المحمدي بيلعبوا صفه اساسيه. المحمدي اصلا مش في القائمه الاساسيه للكابتن حسام البدري، ما جابوش في اخر معسكرين. محمد صلاح لا غبار عليه، محدش ابدا يختلف عليه. يعني انت هتروح تتفرج على محمد صلاح؟ يعني هل انت رايح يعني حضرتك تختبر مدى امكانيه ضم محمد صلاح لمنتخب مصر؟ يعني حضرتك شايف ان السفر ولا هو رايح عشان يقعد؟ اي داعي ممكن بقى يكون رايح عشان يحل ازمه محمد صلاح. هل ممكن ده يكون مش معلن بس هو ده المعلن في للصحافه وللاعلام؟ بس ما يبقاش تقول انا رايح عشان اتابع على لعيب الدوري المصري. طب يعني طب ايه المبرر يا استاذ احمد ان ممكن الكابتن حسام يقوله علشان خاطر يضحك على الاعلام ويضحك على ما الصحافة؟ يسافر لوحده من غير ما يقول. يعني يسافر لوحده. الكابتن حسام البدري بيسافر. تمام. بيسافر كل 4 دقايق يعني بيسافر لوحده. تمام. ما ياخد طياره ويروح يحجز طيران ويسافر ويحضر ويروح يقعد مع محمد هو وكابتن بركات او حد من الجهاز الفني او فضل او حد من اعضاء المجلس اللجنه المعينه يروح يقعدوا مع كابتن مع صلاح ويحلوا الازمه. يعني ليه انت تقول فجاه تقول انا مسافر عشان اتابع مين؟ يعني ما هو يا جماعه هتابع مين؟ هو انت عندك 4 لعيبه. اتنين ما بيلعبوش منهم واحد اصلا مش في القوام الاساسي بتاع المنتخب محمد. احمد المحمدي. تريزيجيه بيلعب وما بيلعبش. احمد حجازي بدا مؤخرا ينضم. محمد شايف ان تريزيجيه استاذ احمد ممكن ما يكملش في استون فيلا؟ ممكن طبعا. مشاركته كانت بدا كويس قوي بيشارك بصفه اساسيه، ولكن دلوقتي حتى مباريات الكاس اللي المفروض لعيبه بتشارك فيها بصفه ثانيه ما بيلعبش. هل تريزيجيه غلط ان هو
ما راحش مرحله في النص قبل الدوري الانجليزي زي محمد صلاح ما عمل، وبعد ما غلط غلطه تشيلسي راح فيورنتينا فتعلم، وبعديها روما فتعلم اكتر، وبعد كده راح ناضج للدوري الانجليزي. بمناسبه تريزيجيه جاله اكتر من عرض في الدوري الايطالي على المواسم السابقه ورفضها كلها. فاعتقد انه كان لازم ياخد الخطوه دي يروح لدوري، يعني الفجوه كبيره قوي بين الدوري التركي والدوري الانجليزي. لو استون فيلا هبط شايف تريزيجيه يكمل ولا هيكملوا؟ طبعا محمدي مكمل مع استون فيلا. لا محمدي كده كده خلاص هو معجون بميه الدوري الانجليزي ومش هيرجع، ومكمل في استون فيلا. كمل في استون فيلا. فاعتقد انه اعتقد ان تريزيجيه ممكن يكمل او يرجع تاني بقى دوري بالدوريات اللي هي دوري هولندي او دوري بلجيكي. او البعض اتكلم يا استاذ احمد على جوائز الافضل في 2019، قال فيها ان بعض المجاملات يعني اختيار افضل رئيس نادي هو لقب عمرنا ما سمعنا عنه، واختيار رئيس نادي مازيمبيكا افضل رئيس نادي في افريقيا. وانا اللي مستغربه جدا ان انت ما اخترتش افضل رئيس نادي، ما اخترتش افضل نادي واخترت افضل رئيس نادي. طيب اخترت افضل رئيس نادي فريقه خارج من دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا في 2019. لا لا يعني لا اخترت. طب انت هربت من خناقه الترجي والوداد عشان الخناقه واللقب وبتاع، فما رضيتش لا تدي ده ولا تدي ده. طب ما الناحيه الثانيه عندك فرقتين وصلوا الكونفدراليه، عندك الفريق نهضة بركان وعندك فريق الزمالك، يعني عندك فرقتين. طب عندك فرق ثانيه، طب عندك فرق عملت انشاءات، طب عندك فرق قدمت لعيبه في البطولات، عندك عندك عندك. تروح للمازيمبي اللي ملوش علاقه، يعني ملوش علاقه بالموضوع. هل له علاقه بنفوذ رئيس نادي المازيمبي؟ طبعا طبعا، تجار الماس وما يحدث منهم يعني. اعتقد طبعا. والحق انه انا ازاي ادي يعني جائزه، هو كان في جائزه احسن افضل فريق افضل من الفريق في القاره، لغوها بقت جائزه احسن رئيس نادي ازاي؟ طيب يعني هي جائزه مجامله فجه طبعا. مجامله فجه. شايف ان جمال بالماضي يعني لا، جوائز اللعيبه والمدير الفنيين كلها الحقيقه منطقيه جدا. تستحق؟ طبعا. يوسف ليلي هو الافضل داخل القاره، يوسف ليلي دوري ابطال لسه حافظ احمد ما اتكلمتش عن طارق حامد، ولا الاعلام سلط الضوء على طارق حامد كونه مرشح واحد من اللعيبه اللي افضل لاعب داخل القاره. احنا بنتكلم هنا مش اهلي وزمالك، احنا بنتكلم في جوائز بشكل عام. فطارق حامد واحد من اللعيبه اللي كانت مرشحه، لكن انا هنا قلت الاهتمام الاعلامي حضرتك قلت، بس انا بتكلم انا بتكلم قلت في الاهلي على فكره. ما انا بالظبط ده اللي انا بتكلم فيه. ليه بقى كابتن لياز احمد طارق حامد ما حدش اتكلم عليه ولا حد اداله الوضع اللي كان يستحقه يكون واحد من المصريين المرشحين لجائزه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه؟ الحقيقه هو ده الحقيقه ده مش ما كانش منطقي. تقصير؟ طبعا. من مين؟ من الاعلام، لانه طارق مش نجم. عارف لو حد من النجوم، لو كهرباء او رمضان، زي ما حصل مع الاهلي ان ابو تريكه وبركات واحمد حسن لما الثلاثه ترشحوا فازوا بالجائزه، طبيعي ان الاعلام يعني يروح مع الناس اللي بيجيب اهداف مثلا. صح. بص، عشان كمان ازمه صلاح طغت على الموضوع قوي، يعني ازمه صلاح وحضوره وعدم حضوره خدت الموضوع لسكه محمد، فالناس ما بقتش شايفه حاجه في الحفله غير محمد. صلاح ما جاش، صلاح جاي، صلاح ما جاش. صلاح ساديو ماني طبعا بنجوميته، وهي طول الوقت جايزه افضل لاعب داخل القاره ما بتبقاش فيها عليها الضوء قوي. ولكن انت لما يكون عندك لعيب جاي من بعيد قوي، ولعيب وسط مدافع، ولعيب الحقيقه انا شايف انه لعيب مجتهد اساسي منتخب مصر، منتخب مصر ومن اللعيبه المجتهدين واللي بيأدوا دورهم على اكمل وجه. والحقيقه عدم وجوده في فريق الزمالك او في منتخب مصر في كتير جدا بقى الناس تقول عنيف، الناس تقول مش عنيف، دي قصه ثانيه يعني. دي حاجه يعني الحقيقه انه وانا برضو مستغرب حاجه مهمه جدا. نروح لماتش السوبر الاسباني والنهائي اللي كان بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. تمام. فالفيردي لاعب ريال مدريد عمل فاول عنيف جدا. مشجعي ريال مدريد الاهلاويه مبسوطين جدا بما فعله فالفيردي. طب ما هو اكتر احيان بيعمل كده. الكوره لعبه رجاله، يعني الكوره لعبه رجاله. طبعا مش عايزين ندخل في منطقه بقى عشان ايه؟ عشان ما حدش يحدفنا في حاجه. بالظبط. ولكن الحقيقه هو كان في تقصير طبعا مع طارق، وطارق لعيب من اللعيبه اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي، لانه نموذج المجتهد. تتفق بقى تختلف مع سلوكه، تتفق مع ادائه، ولكن هو نموذج اللعيب المجتهد في الملعب. اتكلمت في نقطه مهمه جدا كنت عايز ابدا منها بعد ما نقفل قضيه افريقيا والافضل في 2019، السوبر الاسباني اللي تم اقامته بشكل جديد في السعوديه. وحضرتك عارف دايما البلاد العربيه في اخر السنوات بتحاول تحتضن اكبر قدر ممكن من الايفنتات اللي موجوده اللي ليها علاقه بكره القدم. السعوديه نجحت في السوبر الايطالي والسوبر الاسباني، واكيد نجاح لدوله السعوديه وكل القائمين على الرياضه في الدوله السعوديه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. لكن كان معايا الاستاذ عصام شلتوت ضيفي يوم السبت اللي فات واللي قبليه، وكان اتكلم في نقطه ان لو ماتش السوبر تم اقامته في الامارات هيتكلم ويحتج ويقول ليه بنروح نلعب بره مصر؟
واحنا عندنا استاد القاهره وعايزين نرجع الجمهور، ونظمنا بطولتين على اعلى مستوى ونجحنا فيهم تنظيميا وفنيا. هل حضرتك مع اقامه السوبر خارج مصر وانه خلاص تم الاتفاق وهيتم توقيع العقود خلاص وكل حاجه نتفق عليها، ولا حضرتك عندك راي مختلف؟ والله انا عندي راي مختلف يا عمر، ان احنا يا رب بس نلعب ماتش طنطا بكره بجمهور. انت بتلعب ماتش طنطا بكره، الاهلي هيلعب طنطا بكره في استاد القاهره ب 5000 متفرج، 3500 جامعه عموميه و1500 من طلبه الجامعه عن طريق وزاره الشباب و500 لطنطا. يعني رأي انت بتتكلم فيها يعني ما انا بنقل لحضرتك راي الموجود في الشارع. احنا بنقتلع العجله تمام. يعني احنا عندنا مشكله في ان احنا نقيم السوبر في مصر. احنا عندنا مشكله ان احنا نلعب ماتش اهلي وطنطا. انت مش عارف تلعب الاهلي وطنطا طبعا، مع الاحترام طبعا لقيمه طنطا، لكن بنتكلم على جماهيريه الماتش. جماهيريه الماتش بالظبط، يعني الاهلي وطنطا يوم الجمهور يقرر يحضروا، لو الدنيا 10000 متفرج لو راحوا، يعني انت لو قررت تخلي الاستاد تفتحه اوبن كده الناس اللي معديه في الشارع تدخل، مش هيكملوا 5000 متفرج. ليه صحبت؟ ليه؟ عشان ماتش لا، خلينا نرجع بص للدوري اي مكان بجمهور. تمام خلاص تمام. اتخن ماتش في الدوري لما كان بجمهور غير ماتشات الانديه الجماهيريه، الزمالك اهلي اسماعيلي هم دول الماتشات اللي فيها انديه جماهيريه. مصري في انديه جماهيريه بتلاقي في هنا او هناك 20 30000 ماشي. الاهلي والزمالك بتلاقي 70 80000 مالين الاستاد. بقيه الماتشات قدام ام بي وطلائع الجيش وي 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 3 4 هو مدرج سواء الاهلي الثالثه شمال والزمالك الثالثه يمين، هو الاولى الممتاز شمال والاولى الممتاز يمين عشان الاعضاء اللي بيكونوا حابين يحضروا بس. يعني حضرتك مع اقامه السوبر في الامارات وحضور الجماهير؟ انا كمان كان عندي اقتراح وكنت بهزر، وبعدين بقى اتقلب بجد ولا ايه؟ اتقلب بجد انت كل حاجه بتقولها بتتحقق على فكره. يعني ايه طيب الاقتراح؟ يعني امبارح قلت طب يا جماعه ما احنا كده كده هنبقى في الامارات طالما ماتش ال لا بتهزر ما تقولش ماتش ال انا عارف انت عايز تقول ايه. انا قلت امبارح عايز تخلي ماتش الاهلي والزمالك يوم 24 انا قلت امبارح ده، قلت يا جماعه خلاص تعالى نلعب ماتش السوبر في محمد بن زايد ونلعب ماتش الدوري في هزاع بن زايد. طيب انا بهزر يعني. طب سؤال، فاكتشفت انه الموضوع في طريقه. طبعا في ناس قالت انه فعلا اتحاد الكوره بيحاول يحقق ده، وفي ناس قالوا اعضاء من اللجنه قالوا انه لا مش هينفع لانه احنا هنلعب الماتش هنا وهو غالبا الماتش هيتاجل يعني. طيب دلوقتي لو قلت لك ان شايف ان قرار لجنه المسابقات في ان اقامه السوبر يوم 20 وقرار اقامه مباراه الدوري يوم 24، هل شايف ان ده هيحصل ولا ممكن ماتش الدوري يتاجل؟ لا مش ماتش الدوري. بص انا بقول لك هنا اهو قبل ما اي حاجه حصري هيتأجل علشان يعني رقميا وحسابيا مش هينفع، يعني مش هينفع تخلص 20 وترجع يوم 21 وتلعب 24 اهلي وزمالك تاني. فلا هيتأجل اعتقد بنسبه 100%. طب ليه تاخد القرار من الاول طالما يعني بديهيا حضرتك بتقول ان هو هيتأجل ومش هينفع ولا اي عامل من العوامل؟ هو النهارده الصديق العزيز حسام الزناتي قال حاجه لطيفه جدا، قال لك احنا اخترنا 2020 عشان ميعاد مميز نلعب فيه السوبر. حلو. اصل مش حفل جوائز هو تمام يعني. انت بتختار الميعاد ما يناسب الكوره المصريه. يعني انا ما بختارش حفل. شفت الدوري الانجليزي لما ماتش ليفربول اتلعب في بطوله الكاس قبل مباراتهم في كاس عالم الانديه ولعبوا الفريق، يعني انا شفت اطفال مدارس يعني جايين من الموضوع ما كانش قابل للنقاش. بطوله مش بطوله، احنا هنا بنهتم بالبطوله. لا وبعدين انت هتلاقي مثلا ريال مدريد بقاله 3 سنين بيلعب بشعار كاس العالم اللوجو. الدوري الانجليزي ما فيش اي ماتش واحد بالعافيه، دول هم ماتش خدوا بالعافية. ماتش عشان خاطرنا يعني. يعني ده كانوا رافضين في الاول، رافضين في الاول طبعا طبعا طبعا. حضرتك عارف ليه؟ بسبب الاعلانات وبسبب الحقوق ورعايه في نظام. هل دي يعني هل انت لما تكبر الدوري بتاعك وتخلي ليه قيمه ده بيجبر العالم كله انه يحترمك ويخلي فعلا الدوري بتاعك هو اكثر المشاهده في كل الدوريات الموجوده في طبعا العالم؟ انت يا عمر انت بقالك 3 سنين مش عارف تبيع الدوري تسوقه خارجيا بسبب عدم حضور الجماهير. في قنوات عربية كتيرة جدا عايزة تشتري الدوري. ايه العائق؟ ايه؟ ايه العائق؟ مفيش جمهور، مفيش جدول. مفيش حد في الدنيا. انا ما بروح اشتري اي منتج انت بتروح بتشتريه بتبقى عارف اساسياته وهتعمل كل حاجة فيه. انت المنتج بتاخد الدوري المصري. ما عندناش جماهير. في 34 اسبوع هيتلعبوا السنة دي، طب هيتلعبوا من امتى لامتى؟ هنبدا ان شاء الله في شهر اغسطس. طب هنخلص امتى لما ربنا ياذن بقى؟ انت هتتدخل في امر ربنا يعني؟ ما ينفعش يا عم. انت ايه، انت ساحر ولا ايه؟ احنا هنخلص وقت ما نحب. مش قلنا لك مش كفايه قلنا لك انه هيبدا امتى؟ طب عايز اسالك سؤال بالنسبه للدوري، هل انت شايف هو في دوري في العالم يا عمر بيتحط الدور الاول والدور الثاني لما الدور الاول يخلص؟ لا نشوف ده في اي حته.
في دوري. طب المنتخب الاولمبي هيعمل ايه؟ التنزاني؟ المنتخب الاولمبي هيعمل ايه في الفتره اللي ما فيش يتوقف دولي غير في شهر 3 وفي شهر 6 هو عنده بطوله في شهر 7؟ هو هيبدا كابتن شاوي زي ما عمل هيبدا توقف لما التوقف الطويل في شهر 6 ما هو هيبدا يجمع. هو عنده اثنين توقفين، عنده في 3 وعنده في 6. توقف في 3 ده هيعمل فيه ماتشين عاديين، توقف 6 ده هيعمل فيه توقف طويل ياخد في اللعيبه كلها. مصلحه الكابتن شاوي ان لعيبته تروح مع المنتخب الاول ولا تفضل موجوده معاه؟ انت عايز وجهه نظرك؟ طبعا. ان الكابتن شاوي يلعب ماتشات بالمنتخب الاولمبي ماتشات المنتخب الاول، يعني انت شايف ان هي ان الكابتن شوقي يعني الكابتن شوقي يكون موجود لعيبته هي اللي تلعب ماتشات المنتخب الاول؟ دي وجهه نظري. هل ممكن الكابتن حسام يساعده في الموضوع ده؟ كابتن حسام يمشي. طب ليه؟ هو كابتن حسام لسه، كابتن حسام لسه بيقول هادي. ربنا يوفقك. والحقيقه انا ما شفتش بصمه او اماره للكابتن حسام لحد دلوقتي في مع المنتخب للاسف يعني. يعني انا شفت بصمه واماره للكابتن حسام بدري مع الاهلي. خلينا نكون واضحين. هل الموضوع مختلف منتخبات والاهلي او ان تبقى ماسك اكبر نادي في مصر وافريقيا والوطن العربي؟ انا مش عارف هو الوضع يكون مختلف. يعني انا نفسي افهم كابتن حسام من الشخصيات اللي انا اعرف انه بيركز وبيشتغل وبيحب شغله. انا مش عارف ليه مع تجربته المنتخب دي هو مش مركز، يعني مش مركز خالص. يعني تصريحاته اللي بيقولها كلها تصريحات. هل ممكن يكون الكابتن ممكن يكون الكابتن حسام بطبعه انه قليل الكلام وبالتالي ممكن لما يطلع يتكلم في الاعلام يخونه بعد التعبيرات؟ فتره طويله جدا يا عمر هو المتحدث الرسمي ومدير الكره للنادي الاهلي. من كام سنه يا استاذ احمد؟ هو معلش انا حضرتك انا بقى يعني انا انه كل ما بيكبر كل ما خبرته بتزيد. يعني انت كل ما بتكبر لما بتبعد يعني انت اول ما اشتغلت في الاعلام قدرتك على المحاوره زي دلوقتي؟ لا طبعا، بعدين قاعد قدام قيمه زي استاذ احمد بس هو بحاوره. كابتن حسام لما بدا في كلامه اكيد زاد خبرات طبعا، اكيد خبراته زادت. كابتن حسام طيب، هل بعده عن التدريب في الفتره اللي كان موجود فيها في رئاسه نادي بيراميدز هي دي اللي خليته يبعد طبعًا شويه عن عن المجال الفني طبعًا، وبدا ان هو طبعًا ما يتعاملش بشكل جيد طبعًا مع الاعلام حتى في تصريحاته؟ طبعا. بس هو طبعا شخصيه محترمه جدا وراجل حقق نجاحات قبل كده يعني، يعني عشان بس ايه الناس كلها طول الوقت عمر لما بنتكلم عشان انا بحب اوضح الناس تاخد الكلام على نفسها. يا جماعه احنا بنتكلم على مناصب على الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام، بنتكلم على الاستاذ حسين عبد المحسن اللي هو رئيس اي حاجه، مش على حسين عبد المحسن البني ادم. حسين عبد المحسن البني ادم ده فوق دماغنا طبعا، عشان طول الوقت انت تخرج من الحلقه فتلاقي او تخرج او تكتب حاجه فتلاقي حد بيكلمك يقول لك انت بتهاجمني. يا عم والله ما بهاجمك، انا بهاجم او مش بهاجم، انا بقول وجهه نظري في شغلك. انت بتعمل كذا في شغلك، شخصك فوق دماغي. الناس عندنا ما بيعرفوش يفصلوا خالص بين ما هو عمل وما هو خاص. ما هو خاص ده بيننا وبين بعض، ما هو عمل ده للعامة. انا بقول رايي في وجهه نظري فيك وفي شغلك قدام الناس. انت بقى مش عاجبك وجهه نظري في شغلك يبقى انت بتعمل شغل غلط. او عايزني ابقى اقول وجهه نظري فيك وانا بغيرها؟ لا، ما انا مش عامل ده. فهي دي الفكره، انه ما هو عام فرق كبير بين ما هو خاص. فاحنا بنتكلم على شغل الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري شغله مع المنتخب حتى الان لم يظهر، وحقق نتيجتين اعتقد ان هم كارثيتين، تعادل وتعادل. وعنده ماتشات في مارس القرعه تقريبا يوم 21 قرعه تصفيات كاس العالم اعتقد، مش 9 مش 21 يناير 21 يناير هيظهر، مش 9 او 9 فبراير ده تحديد الملعب الخاص بقرعه افريقيا، عشان بس انا الموضوع ما يختلطش عليا. احنا عندنا قرعتين، قرعه كاس العالم 21 وعندنا قرعه في شهر فبراير دي اللي هتكون المفروض بعد انتهاء مرحله المجموعات اللي هنحدد فيها النهائي هيتلعب فين. تمام، ما بين استاد القاهره وبين دوره انديه محمد الخامس. انا بس انا بتكلم عشان ما تلخبطش. قرعه المنتخب يوم 21 هنحدد معانا مين للثلاث فرق اللي معانا في المجموعه، لانه في فرق منهم هتطلع تلعب. احنا هنرجع بالنظام القديم تاني يا استاذ احمد، يعني احنا المجموعه هيطلع منها واحد في 40 منتخب وصلوا للمرحله الاخيره. تمام، ال 40 منتخب دول هيتقسموا 10 مجموعات. انت هياخد من كل مجموعه الاول زي ماتش غانا، زي ماتش غانا، يعني ال 10 اللي هيوصلوا 2014 ال 10 اللي هيوصلوا يحصل ما بينهم قرعه، خمسه يلعبوا خمسه والكسبان من مجموع الماتشين يصعد لكاس العالم على طول. لوك اوت. هل حضرتك شايف النظام ده احسن ولا النظام اللي كوبر لعب فيه؟ نظام كوبر لعب فيه طبعا اسهل طبعا، اصل انت منتخب كوبر، منتخب برادلي انا اسف، كسب الست ماتشات في المجموعات. لو زي نظام كوبر ما حسناش بيه. ما حسناش بيه. انت عارف ان المباراه الوحيده اللي خسرها برادلي في تصفيات كاس العالم كانت مباراه غانا؟ صح، هو كسب غانا هنا كمان. صح، فالحقيقه برادلي اتظلم، يعني برادلي اتظلم. وبرادلي خلينا نكون واضحين، جزء كبير من المجموعه اللي كوبر بنى عليها منتخبه كانت مجموعه برادلي. يعني شايف ان فرصه منتخب مصر بالنظام الجديد، يعني نتكلم على فرصه محتاجه شغل. بالنظام الجديد ولا بالجهاز الجديد؟ لا، بالنظام الجديد والجهاز الجديد. بالنظام الجديد صعبه، بالجهاز الجديد صعبه جدا. مفيش اي امل؟ تديني كده امل يا رب.
اتمنى. احنا نتمنى طبعا. طيب عايز اروح معاك لقصه الفار. دلوقتي حضرتك يا زحمه عارف ان الفار دي تقنيه عظيمه جدا في كره القدم، منهم من يتفق ان الفار قتل متعه كره القدم، ومنهم من يقول ان الفار يعني اعطى لكره القدم الحق والعداله، لكن في الدوري الانجليزي على سبيل المثال مفيش حق ومفيش عداله. لسه هقول لك، اصله انت عندك اتنين فار بتشوفهم في العالم دلوقتي. الفار العادي الطبيعي اللي شفناه في كاس العالم وفي دوري ابطال اوروبا عفوا، والفار اللي بنشوفه في الدوري الانجليزي. الفار اللي بنشوفه في الدوري الانجليزي ده مسائل هندسه فراغيه يعني. بس هناك عندك ثلاث دوريات الفار فيه مختلف. في الدوري الانجليزي حكم الساحه هو المتحكم في الراي، تمام، بعد ما غرفه الفار تدي له القرار بتاعه هو المتحكم. ما بيشوفش. ما بيشوفش. في الدوري الايطالي الحكم بيروح يبص على الكوره. الدوري الاسباني غرفه الفار هي تدي له القرار. تمام، حضرتك مع انهي نظام؟ بس اوقات بيشوف. اوقات بيشوف. يعني الاسباني بيروح يشوف زيه زي الايطالي. تمام. طب حضرتك الانجليزي ما بيشوفش. يعني حضرتك مع الدوري الايطالي. انه يروح الحكم اللي هو اللي هو الكاس العالم يا جماعه. طب ليه انجلترا مختلفه دايما في كل حاجه خالف طوعه؟ اهو بقى خالف يعني ليه؟ يعني لدرجه انه الفيفا قال لهم ان انت عملوا ده غلط. حذرهم طبعا. صح. يعني فكره المسطره والقلم يعني شوف بشوف الجوال بتتلغي الحقيقه، ما اللعيب تسلل بحواجبه يعني طالع بحواجبه زياده. فيعني لا، الفار في الدوري الانجليزي ده اللي فعلا قتل متعه كره القدم. انما الفار الطبيعي لا. طيب دلوقتي حضرتك عارف ان الفار في الدوريات الكبيره بيتم احترامه. في مصر هنا هل حضرتك تفتكر لو الفار تم تطبيقه الاول قبل ما اروح معاك لامكانياته، هل حضرتك شايف ان ممكن الماتش يقف 20 30 مره عشان خاطر كوره نتخانق عليها فنرجع للفار؟ هل الكلام ده ممكن يحصل؟ هو الفار اتعمل في كره القدم عشان حاجتين، الهدف وضربات الجزاء. يعني ما شفتش، ما فيش فار بيتعمل على كورنر، ما فيش فار بيتعمل على كورنر. ممكن يحصل في مصر؟ ما انا هقول لك اهو. يعني احنا بنعمل الفار اللي انا شفته في كاس العالم وشفته في كل البطولات اللي انا حضرتها بيتعمل على الجول، يعني هدف او ضربه جزاء. دي الحالات اللي هي او في طرد او حالات اللي هي المهمه. ممكن يتعمل على كورنر لو الكورنر ده جه منه جون، فلو في جول، فلو في شك فيه يبدا يرجع لل احنا عندنا هنعمل فار، هتلاقي اللعيب بيطلب فار على التسلل وربنا ما خبطت في رجلي. طب تعالى نروح نشوف. صح كده؟ نشوف. فهتلاقي الماتش بيقف، يا الماتش اصلا احنا عندنا الماتش بيقف من ال 90 دقيقة بيقف 60 دقيقة، هتلاقي بيقف عندنا 80 دقيقة. اتحاد الكورة ولا لجنة الحكام ولا الحكم اللي هيفرض القواعد من الأول على جميع الأندية علشان يلزمهم باحترام قرارات الفار وقرارات الحكم؟ جبلاية طبعا. جبلاية أول واحد. طبعا. شخصية الحكم رأيك فيها إيه؟ وشخصية الحكم، بص، شخصية الحكم بتفرض رأيها في أي ظروف حتى في الماتشات العادية. بس عشان أنت طول الوقت الحكام في مصر بيتهاجموا بشكل فج والجمهور لا يثق فيهم، فانت حتى لو الحكم شخصيته قويه بيظهر وكان مع ما هو انت الحكم بيبقى شخصيته قويه. فتلاقي لاعب او اثنين او ثلاثه بداوا يحتكوا بيه، فمش هيطرد خمس سته. يعني بتلاقي احتكاك 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 واللعيبه بتزق ولاعيب بيضرب ولاعيب بيعمل وبتاع، فتلاقي طرد واحد وبعدين مش عارف يطرد الثاني. زي مثلا عشان بس نكون واضحين، في مباراه الزمالك واسوان محمود علاء كان لازم يطرد، فرجاني ساسي كان لازم يطرد، طارق حامد اطرد، فرجاني سياسي ومحمود علاء كانوا بيعترضوا بشكل فج، يعني بشكل فج، يعني كانوا هم رايحين يقولوا الحكم اطردنا. وللاسف الحكم ما عرفش يطردهم، لانه لو طلب ثلاث لعيبه من الزمالك في ماتش الدنيا هتقلب. انما لو في اي حته في العالم لعيبه اعترضت بالشكل الفج ده هيطردوا. كان في لاعب كمان من نادي الزمالك دفع الحكم تقريبا. ما انا بقول لك يعني الموضوع كان مرعب جدا، يعني كان حاجه في اوفر يعني في الموضوع. يعني شايف الفار يا استاذ احمد هينجح في مصر ولا لا؟ بكل صراحه طبعا اللي انا متعود بيها منك يعني. لا مش هينجح. طب هيطبق؟ طب احنا دلوقتي بنطالب بيه طالما هو مش بينجح. مفيش حاجه هتنجح في مصر الا لما تحط اسس وقواعد وقوانين للكوره كلها، للمنظومه كلها. ما هو انت ما تجيش تقول لي الفار هينجح وانا مش عارف ادخل جماهير، ما تجيش تقول لي الفار هينجح وانا مش عارف احط جدول دوري، ما تجيش تقول لي الفار هينجح وانا في ناس بتقعد تشتم في الحكام ليل نهار، ما تجيش تقول لي الفار هينجح وفي ناس بتتكلم في سحر وشعوذه. السؤال يعني انت بتهزر. طب لو سالتك السؤال يا احمد، قلت لك هل انت راضي عن اداء اللجنه الخماسيه؟ صح كده؟ لحد ما لان هم في الاخر بيواجهوا صعوبات كبيره جدا. هل ممكن يحصل زي ما قرينا ان ممكن القرار المادي يتمد لفتره اخرى للمجلس المعين او المجلس المؤقت الذي يدير اتحاد الكوره؟ انتخابات اتحاد الكوره في 9 اللي جاي. مش هتقول لنا مين هينزل ماتش نور ضد الاتحاد المصري لكره القدم الفتره في الانتخابات اللي جايه؟ هل هينزل بنفس الاسماء اللي كانت موجوده معاه الفتره الاخيره ولا ممكن يغير؟ هيغير. ممكن وجوه شابه، وجوه اول مره نسمع عنها. وهل البند اللي اتعمل
انه يتيح لاي شخص انه يترشح ما يكونش مارس كره القدم او ما يكونش عضو مجلس اداره سابق في نادي؟ هل ده ممكن يتيح لبعض الشخصيات اللي طبعًا ممكن نلاقيها مفاجاه؟ طبعًا. زي مين يعني؟ انا عارف ان ممكن ما يكونش عندك معلومات، بس هل ممكن اسم حضرتك تتوقع ان هو يكون موجود او اسمين؟ لا ما فيش، ما اعتقدش يعني، مش في دماغي اسماء. انا بس قلت اسال كده يعني، احاول كده اطلع منك اي حاجه. لا ما اعرفش اسماء، بس هو الحال البند ده، لانه انت بتتكلم على اداره منظومه. يعني مش لازم كل اللي لعب كوره هو اللي يديرها. مش لازم كل اللي لعب كوره هو اللي يقدم برامج رياضه. هل ده صح؟ طبعا صح. انا بسال حضرتك، انا مش بنطقك. طبعًا انا صح. بسالها طبعا صح، عشان ما حدش ينتقدني بيقول لك انت بتسال. لا صح، لا صح طبعا صح، لانه انت بتحط يعني بتحط اسس للشغلانه. انت بتتكلم على التسويق. هتجيب لعيب كوره ليه؟ عشان التسويق. ما التسويق هتجيب واحد دارس تسويق. صح. بتتكلم على يبقى حلو قوي لو لعيب كوره دارس تسويق، تبقى حلوه. بس لو دارس تسويق يعني يعني تبقى حلوه لو لعيب كوره دارس اصلا. ماشي. فالحقيقه ايه، نتكلم عن نتمنى مصر. نتمنى انه طبعا طبعا لما يكون لعيب كوره يعني، احنا عندنا نموذج. انا طول الوقت انا بحب محمد فضل. تمام. محمد نموذج شاطر طبعا، اخ كبير ليا وشخصيه محترمه جدا وناجح طبعا. اتمنى ان يبقى عندنا في نماذج كتير زي محمد فضل. محمد شاطر، سواء مشكله محمد انه شايل كتير قوي في اتحاد الكوره. يعني ايه، كل ما تسال على ملف فيقول لك ده مع محمد فضل. روح لمحمد فضل. ده مع محمد فضل. محمد شاطر وناجح ونجح، وكان من الوجوه اللي قدمها لنا المهندس انا بريده في كاس الامم. وكل طول الوقت الناس ناسيه برضو انه كان رئيس لجنه منظمه البطوله كان المهندس هاني، ما كانش فضل. فضل كان مدير البطوله. يعني رئيس اللجنه المنظمه البطوله كان المهندس انا بريد، ما كانش محمد فضل. فالنجاح راح لفضل، لان المهندس هاني شاله ومجلسه شاله مشكله اجيري والمنتخب. يعني انت ما فصلتش ما بين هو فني وبين هو اداري. الاداري المجلس اتحاد الكوره نجح فيه تماما، مع الفني مع اجيري لا، ده قصه ثانيه. هم والمنتخب واداره المنتخب لا، كان في فشل ذريع في البطوله دي بالذات. اتمنى عندنا نماذج كتير زي محمد فضل. عندنا حسام الزناتي نموذج شخصيه محترمه جدا، نموذج جداً شاطر جداً. وكويس، بس طبعا الظروف يعني. انت بس شخصيه محترمه، انت دلوقتي وطبعا بيشتغل وبيحاول ان هو يعني انت دلوقتي في الظروف اللي متاح فيها حاليا، وحطيت جدول وقلت الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم الجمعه. جه الامن قال لك لا مش هيلعبوا. هتعمل ايه؟ اسمع كلام الامن. هتلعبوا في جنينه البيت؟ لا صح. يبقى انا دلوقتي ازعرك ان انا قبل ما احط الجدول لازم ارجع للجهات الامنيه. خلاص ما هو كده ما بقاش صح. من لا يملك قراره لا يملك مصيره. بس احنا يا استاذ احمد في ظروف ان احنا الجهات الامنيه حضرتك عارف ان احنا يعني محملينها كتير قوي قوي. فحضرتك عارف ماتشات كره القدم بيتم تامينها عن طريق وزاره الداخليه، وان ممكن ده في المستقبل يكون العراق بتلاقي ماتشات كوره. ما انا لسه اقول لحضرتك ان احنا بنتكلم في هل ممكن يتم الاستعانه ببعض الشركات الخاصه علشان تامن داخليا، وان الداخليه تامن خارجيا. تاني انا قلت دي تقريبا ثالث حلقه انا ما سمعتش. معلش هقول نفس الكلام. خدني بس كده ايه على قد دلوقتي احنا بندخل التيكت، بندخل الناس بالتيكت عن طريق نظام رائع جدا اسمه تذكرتي. كل واحد معروف جوه الاستاد. تذكرتي ده هو بيديك التذكره صح؟ ادي التذكره اهي. عارفين مين هو؟ اولا انت عارف مين هو ده، واحد. تمام. اثنين على ظهر التذكره حط له 1 2 3 4. ممنوع ان انت تلبس كذا، ممنوع ان انت تعمل كذا، ممنوع ان من قبل ما يروح ما يتفاجئش في الاستاد. تمام. تيجي في الاستاد تزمر، يا حبيبي انا قلت لك ما تزمرش تعالى. انما تيجي انت مش كاتب لي هنا، اصل ده عقد. التذكره دي بعقد بين المشجع والامن. انت قلت لي اديتني التذكره وكاتب لي عليها ممنوعات. تزمر او ما تزمرش. زي اي زي انت اكيد حضرت ماتشات في كل حته طبعًا في العالم. طبعًا. بيكتب لك الكلام ده. طبعًا. احنا كصحفيين وانا داخل الاستاد بيكتب لي على التذكره ممنوع 1 2 3 4. انت عارف ان احنا لو قاعدين في الميديا سنتر او في الميكس في الميديا في الميديا تريبيون او في الميكس الزون يعني لو في الميكس الزون وفي لاعب معدي واتصورت معاه، بيجي الميديا اوفيسر بتاع الفيفا بيروح ساحب مني الاكريتيشن. طبعا. ومحمد ثابت، يعني محمد ثابت اخويا وصاحبي اللي هو بنبقى لسه واكلين مع بعض في الشغل. ما فيش اخويا يعني، انا قاعد انا وهو واكلين مع بعض. احنا كنا مع بعض في كاس عالم تركيا 2013. كنت بتكلم في التليفون بالظبط، فالراجل افتكرني بعمل مداخله، يعني بعمل مداخله في الراديو. قلت لك انا اسحب منك الاكريتيشن في 2013 فاكر؟ قال لي انت بتعمل ايه؟ هو كان بيتكلم انجلش وانا بتكلم عربي. قلت له انا بتكلم في التليفون. فقال لي طيب احنا في حقوق وفي حاجات، فخلي بالك عشان خاطر ما اسحبش منك الاكريتيشن. ففعلا كل حاجه يا استاذ احمد ليها حقوق. انا بقول لك انا يعني محمد بعدين انا وهو بناكل مع بعض. اول ما ندخل خلاص ما فيش يعني. انا مثلا ماسك في البريس كونفرنس ماسك الموبايل بصور، يروح هو قاعد على المنصه فوق. يعني يروح مشاور لي.
وصح يعني احنا بنخرج من الاستاد نروح نتعشى مع بعض صح، بس في حقوق، انا عارف حقوقي وهو عارف حقوقه وهو عارف حقوق شغله وانا عارف حقوق شغلي، فانت خلي الحقوق هي العامل المشترك بيني وبينك. انت ليك حق وانا راح اتفرج، ما تخليش حقك يضر فرجتي ولا فرجتي تضر حقك. خلاص يبقى نتفق على عقد ونعمله احنا ونخ. تاني احنا ما بنخترعش العجله يا جماعه، ليه مصعبينها؟ يعني الموضوع مش صعب على فكره، الموضوع سهل جدا، سهل، وعندنا شركات امن دلوقتي خاصه. صح، احنا عملنا بطولتين ورا بعض، بطوله اتلعب فيها تقريبا 58 مباراه، وبطوله اتلعب فيها 6 و6 12 وماتشين وماتشين 16 مباراه. بسم الله ما شاء الله. فانت بتتكلم على رقم كبير جدا، وكلها بحضور جماهيري مرعب. طب يا جماعه يعني ما هو يعني الناس دخلت وخرجت ما حصلش حاجه، يعني احنا عندنا حاجه، عندنا ماتش مهم جدا 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 يوم 24 قدام النجم الساحلي. يعني طب لازم من دلوقتي، انت محتاج جمهورك، احنا محتاجين جمهورنا، محتاجين الجمهور يبقى موجود. ماتش فاصل في مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا. طب نقفل الملف اتحاد الكوره، عايز اروح معاك للاهلي سريعا عشان اتكلم معاك فنيا، علشان الوقت بيجري معاك بسرعه جدا ومش بلحق ان انا اتكلم معاك في حاجات كتير الصراحه. الحوار مع حضرتك ممتع جدا. الاهلي افريقيا راي حضرتك فيه ايه قبل المواجهتين؟ انا مش هقول مواجهه واحده، عندنا مواجهه مع النجم الساحلي مهمه جدا، ثم مواجهه مع الهلال في ظروف مختلفه هتكلم فيها مع حضرتك سريعا، وهتكون مباراه حاسمه ايضا للنادي الاهلي علشان يحتل الصداره كطبيعه النادي الاهلي. طيب عشان نحتل الصداره لازم نكسب الماتشين، خلاص طبيعي، ده موضوع، ده موضوع منتهي. فرص الصعود ما زالت قائمه بنسبه 100%. انت تكسب الهلال السوداني في السودان توصل، مش محتاج حتى مباراه صعبه، ممكن تبقى صعبه بس اللي قبليها النجم الساحلي ده الاصعب. انت بص يعني انا بتكلم على ارقام. صح، تكسب الهلال السوداني توصل تمام، حتى لو خسرت من النجم هنا يعني حتى لو خسرت من النجم هنا تكسب الهلال توصل، بس ده مش مقبول طبعا ان انت تخسر. انا بتكلم على انت حساباتك بالارقام، انت تكسب الهلال السوداني وصلت. ليه؟ الهلال السوداني حتى لو كسب بلاتينيوم بقى 9 نقط، وانت 7 نقط هتكسب الهلال بقيت 10 نقط. خلصت. ده بحسابات الارقام عشان بس الناس عماله تحسب وهنكسب ونعمل ونروح ونيجي. بحسابات الاهلي واحنا كاهلاويه وجمهور الاهلي لازم تكسب الماتشين او تكسب ماتش وتعادل الماتش عشان على الاقل تبقى صاعد وانت واخد 12 نقطه. فتبقى زي النجم، ولو كسبت النجم هنا 2-0 هتبقى انت في صدارة المجموعة. انت عندك دلوقتي لا هتبقى 11 نقطة. فمش تبقى أول. لو النجم كسب بلاتينيوم مش تبقى أول. الأهلي بره والأهلي جوه. بص مع لاسارتي، مع كارتيرون، مع حسام البدري، مع سين من الناس، مشكلة الأهلي بره مصر بقت مزعجة جدا. وأنا قلت هنا الأسبوع اللي فات عشان تاخد دوري أبطال أفريقيا لازم الأول تكسب بره عشان تاخد البطولة. هنعدي المجموعات، عندنا ماتشين لوك اوت، ماتشين لوك اوت نتيجه بره هي اللي بتحدد لك انت هتعمل ايه جوه. سواء لعبت الاول بره او الثاني بره لازم تبقى عامل نتيجه ايجابيه بره ارضك عشان تاخد البطوله. بص لبطولات مانويل جوزيه مع الاهلي، كان نتائجه بره كلها رائعه، كسب بيترو اتلتيكو، كسب يعني فرق عتاوله. الاهلي كان متعادل هنا مع الصفاقسي 1-1، كسب هناك 1-0، راح هناك كسب 1-0، خد البطولة. فأنت بتبدأ بطولتك بالفوز خارج أرضك. الماتش اللي فات أنا مش عارف إحنا قعدنا ليه 45 دقيقة مش شايفين الأهلي. يعني 45 دقيقة الأهلي مش موجود. الأهلي بدأ في الشوط الثاني استعاد توازنه ورجع الأهلي تاني، ولكن في حاجة أنا مش فاهم، يعني في حاجة ما كنتش فاهمها في الماتش. يعني الأهلي في حاجة مش مفهومة، هل درجة الحرارة فعلا زي ما قالوا؟ هل درجة الرطوبة؟ اللعيبة ما كانتش قادرة تجري، يعني هل ضغط الماتشات في الدوري مأثر؟ ضغط الماتشات، الإرهاق، هل الإصابات، إصابة وليد سليمان ودخول أحمد الشيخ للقايمة والاعتماد على قفشة مكان وليد سليمان؟ وأنا بقى عندي يقين إنه إحنا عندنا مشكلة كبيرة في عمق الملعب، في عمق الدفاع. قريت اللي حضرتك كاتبه. هتلاقي إنه أنت الجون اللي جه في النجم الساحلي من العمق، الجون اللي جه في بس النجم الساحلي حضرتك ليه اسبابه ان الاهلي بعد ما الحكم طرد ايمن اشرف بدري جدا حصل الثلاث اجوان من العمق. بلاتينيوم، فرقه بلاتينيوم دي ما عملتش هجمات في الماتشين، الثلاث ماتشات اللي لعبتهم قبل كده عملت هجمات انفراد. يعني حضرتك شايف ان الاهلي كان يطلع من بلاتينيوم على ممكن بنتيجه افضل من كده لو كان في بعض التركيز؟ طبعا طبعا، واعتقد انه فكره اللعب بظهير ثالث دلوقتي يعني بقت، انت عندك محمود متولي يعرف يلعبها كويس قوي. بتتكلم على ليبرو؟
ظهير تالت مش ليبرو. مش ليبرو بنتكلم ظهير تالت اللي هو ايه بقى؟ اللي هو هنلعب زي ما كنت بيلعب زي ما 3 5 2 يعني 3 4 3 3 او 3 4 3 يعني باي شكل 3 5 2 3 4 3 وهيبقى على يمينه رامي وعلى شماله ايمن اشرف او ياسر الاثنين شولوا بيلعبوا كويس قوي على شمالهم. هيلعب ممكن يلعب علي معلول في الشمال ويلعب محمد هاني او احمد فتحي او حسين الشحات بس احنا يعني دي احنا عايزين نشرحها عشان دي طريقه صعبه جدا جدا. تفتكر انها تنجح ممكن تنجح في مصر؟ اعتقد بامكانيات لعيبه الاهلي اللي موجوده دلوقتي تنجح. بس طبعا انت هتيجي تطبقها انت خلاص يعني. فاكر حضرتك لما خلصنا او لعبنا ب 3 5 2 عشان نروح ل 4 4 2 قعدنا قد ايه عشان نطبقها وعشان نلعب بيها؟ من ايام فايتسا انت متخيل؟ يعني من ايام كابتن ربيع ياسين كان بيلعب جناح شمال يعني كابتن ربيع كان بيلعب جناح شمال يعني وهدفه الشهير في الزمالك اللي طبعا الكابتن ايمن طاهر في رمضان في الشوط الاضافي 35 صح صح صح. طيب انا عارف ان حضرتك اكيد طبعا بتابع ماتشات الاهلي وليك اكيد بعض التعليقات، لكن عايز اعرف منك رايك في وصول مرام محسن للمباراه الثانيه على التوالي ان يسجل فيها اهداف. راي حضرتك في العامل النفسي الجيد اللي بيعود على مروان بعد تسجيله 3 اهداف في ماتشين؟ انا من الناس اللي دفعت عن مروان بجد. مروان حضرتك شايف اللي بيحصله ده كتير قوي عليه صح؟ طبعا كتير على اي حد يعني كتير يا جماعه. ده لعيب في النادي يعني مروان لعيب في النادي الاهلي وليد ازار لعيب في النادي الاهلي، هم مهاجمين النادي الاهلي دلوقتي يعني هم مهاجمين النادي الاهلي. زائد انه مروان يعني ما انت ما تجيش تقول لي انه هيكتور كوبر ما بيفهمش اجيري ما بيفهمش لاسارتي ما بيفهمش ريني فايلر ما بيفهمش، كل الناس اللي بتلعب مروان دي ما بتفهمش واحنا اللي بنفهم. يعني الحقيقه انه كل الناس بتقول مروان محسن مهاجم كويس. طب اسالك سؤال تاني، اجماع ايضا نفس المدربين على ايمن اشرف انه يلعب مساك، هل نفس الكلام ده ترد بيه عليا؟ هل ان فعلا الناس بتكون شايفه حاجه عمر ما هتشوفها في المدير الفني؟ المدير الفني بيكون ليه وجهه نظر مختلفه عن المشجع؟ ما كانش في اجماع على ايمن اشرف. لا انا بتكلم على لاسارتي بيلعبوا مساك، ريني فايلر بيلعبوا مساك. لاسارتي كان بيلعبوا مساك عشان ما كانش عندنا مساكين. طيب بس كملوا لعبي فايلر بيلعبوا مساك عشان مقتنع بيه. اجيري لعبوا باك ليفت تمام ما لعبوش مساك. بس في منتخب مصر الوضع مختلف. إيه عندك إيه؟ عندك لا انا بتكلم ان انت عندك وفره من المساكين كانوا موجودين. ما هو ده لعب باك ليفت ما لعبش مساك. تمام. ايمن اشرف لعيب مجتهد جدا تمام، ولكن امكانياته في مركز المساك طول الوقت اللعيب الاشول في مركز المساك بيبقى صعب شويه. جيرارد بيكي نجح مع برشلونه في مركز المساك واشول. بيكي مش اشول. بيكي مش اشول. بيعمل نفسه اشول. بيعمل نفسه اشول. خلاص انا ما اعرفش انه بيعمل نفسه اشول، انا فاكره بيبقى قاصد يبقى اشول. انما ايمن كمان امكانياته الطول، فكره انه طول الوقت مش معدوق يعني فكره العدله في الملعب طول الوقت بيتضرب، وزايد انه زي بيقولوا ايه كده الغشوميه يعني غشي يعني غشي بيعمل يعني في ماتش ممكن يغلط غلطات في مصر تكون مثلا انت ماشي كويس الاهلي ماشي كويس فجاه عمل فاول على ال 18 دخل فيه جول فك الشبكه للشناوي بعد 8 مباريات نظيفه يعني الحقيقه انه ولكن هو لعيب مجتهد والحقيقه برضو خليها برضو نرجع اللي انت قلته الناس كلها مقتنعه بيه فليه لا يعني مريح. طب نرجع لمروان تاني وازارو، هل حضرتك شايف انك تنصح الجمهور انه يهدى شويه عليهم وان هو يدعمهم على قد ما هو بينتقدهم وان هم زي ما حضرتك قلت المدربين اللي فاتوا مقتنعين بيهم فطبيعي هم لعيبه كويسه؟ طبعا واللعيب وليد ازارو مهاجم كويس جدا، بس وليد ازارو مشكلته انه فقد ثقه يعني فقد من كتر الهجوم ومن كتر الركنه فقد الثقه شويه في نفسه. هل الفرق ما بين مروان تقريبا بدا يستعيد ثقته في نفسه لانه عارف مروان بدا يستعيد انا حسيت ان مروان بدا يستعيد ثقته في نفسه ايه؟ الجول اللي جابه في لاتينيا. مروان لو لسه في الهزه اللي كانت قبل لا يمكن يجيبها كان هو بص ماتش الاسماعيلي الكره راحت له انفراد شوت ماتش المقاصه الكره راحت له انفراد شوت من بعيد الكره دي لو هو لسه في نفس الهزه كان هيشوط على طول لكن هو زي ما كهربا عمل كده كهربا لسه عشان لسه في بدايه الماتشات وبتاع فعايز يضمن فحط رجله في اول هجمه للكهربا مع الاهلي في كوره ماتش بلاتينيوم حط رجله وشاط طلعت في المدرج لسه عايز يدخل انما مروان وقف وهدي على الكوره وثبت ورقص وعمل سحب الكوره وحطها هو بدا يكتسب يعود تعود له ثقته تاني في نفسه فمروان مروان من المهاجمين اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي يعني وهو اعتقد انه مع الوقت هيستعيد نفسه تاني. هل مركز الفيرود او راس الحربه في النادي الاهلي اكثر المراكز اللي بيكون عليها انتقاد او هجوم من الجماهير في حاله انخفاض المستوى اللاعب او ابتعاده عن التهديف؟ طبعا رغم ان انت عندك كل لعيبه بتهدف ما هو انت لما بيتحرك ما هو جاي بيلعب راس حربه لما صح. بيتحرك بيفتح لرمضان رمضان بيجيب اجوال انت عندك مجدي قفشه مسجل حسين الشحات مسجل كله مسجل حمدي فتحي مسجل حمدي فتحي مسجل
عمرو السوليه مسجل، رمضان مسجل، في كل لعيبه الوسط المهاجم في الاهلي مسجلين. هل المهاجم لو مش ده نجاح، مش ده نجاح طبعا طبعا، بس هل لو المهاجم افريقي ان هو مش بيفهم عربي مع كل الانتقادات دي زي ما فلافيو حصلت معاه في يوم من الايام، هل ده بيفرق شويه ان اللاعب يكون مهاجم افريقي علشان ما يسمعش الانتقادات ويعرف ان هو يواكب الاحداث ويستمر مع الفريق؟ لا بيعرف، سيبك من ان هو ما بيعرفش، بس مش يعني 50% 40% مش 100%. لكن طبعا انا عايز اوصل، يعني انا عايز اوصل معاك ان الهجوم اللي بيبقى موجود على اللعيبه ده بيأثر عليهم، مفيش شك طبعا. ما اجاي ما بداش اجاي السنه اللي فاتت في نهايه الموسم كان مستواه مهزوز جدا، ما بداش يستعيد ثقته في نفسه غير بدايه الموسم السنه دي لما بدا ماتش السوبر، بدا بدايه كويسه واحرز هدفين، فبدا يستعيد ثقته بنفسه وبدا يقف على رجله تاني. طيب عايز اسالك حضرتك سؤال، بما ان حضرتك موجود معايا وحضرتك يعني راجل ليك باع طويل في السوشيال ميديا وفي الصحافه، بس السوشيال ميديا دلوقتي بقت تاثر تاثير كبير جدا جدا على الشارع المصري، هل حضرتك شايف ان السوشيال ميديا الامر وصل بيها لحد فين؟ هل فيها بعض الايجابيات؟ هل فيها بعض السلبيات؟ هل هي لازم لاعب الكره يبعد عنها تماما علشان يعرف يركز جوه الملعب ويبعد عن الانستجرام والتويتر والفيسبوك، ولا حضرتك عندك نظره اخرى لموضوع السوشيال ميديا؟ لا بص، السوشيال ميديا بقت وسيله اعلام دلوقتي، يعني مواقع التواصل الاجتماعي بقت وسيله اعلام، اعلام شعبي زي ما بيقولوا، انت بيوصل لك الحدث وانت قاعد، يعني وانت قاعد كده بتشوف انت عملت ايه بعد ما الحكم بيصفر على الهواء. طبعا في توجيه للسوشيال ميديا، طبعا في توجيه، في ناس بتوجه السوشيال ميديا توديها في حتت معينه، طبعا في توجيه، في كذب، في كذب يعني في حاجات، بس المشكله انه الناس في اوقات بتصدق كلام الحقيقه ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان احنا نناقشه. يعني حضرتك، انا هقول لك على 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 تجربه شخصيه، بعض المواقع ناس بتجتهد بتقول ان الاهلي بيفاوض مهاجم افريقي ما، تمام؟ ايا كان صحه الخبر من عدمه، لما انزل الشارع يا كابتن عمر، هو الاهلي عمل ايه مع المهاجم؟ هيجيبه ولا لسه؟ انا لو كتبت انا عندي برد فتلاقي واحد داخل، سلامتك يا استاذ احمد، اخبار مهاجم الاهلي الجديد ايه؟ طب حلو، اخبار مهاجم الاهلي الجديد ايه؟ فكل ما اعرفش فعلا بعض. فهو انت انا امير توفيق تقريبا لحد ما انا دخلت الحلقه كان متعاقد مع 9 لعيبه افارقه، وبعدين لعيب من بلغاريا ولعيب من رومانيا ولعيب من ما اعرفش ليه كلها اوروبا الشرقيه. يعني ليه كل اللعيبه اللي امير توفيق بيفاوضها جايين من التلج؟ ما مش فاهم يعني. هل الجمهور تقريبا عشان هو حاطط صوره على الانستجرام فيها شجر وتلج وبتاع، فالناس قالت فيها جو ساقعه، فالناس قالت ان هو في رومانيا تقريبا. طيب يعني عايز اتكلم معاك في موضوع التعصب الموجود على السوشيال ميديا، حضرتك شايف حله ايه؟ انا دي اسئله انا حابب اسالها لك علشان انا موجود مع حضرتك، حضرتك موجود معايا، فانا ملوش حل خالص، ملوش حل. بص، التعصب موجود، هو احنا بس التعصب بقى اوفر، يا التعصب هي مشكله ثقافه مش اكتر. التعصب موجود في اي حته، يعني انت ريال مدريد لما بيكسب برشلونه ما بيفرحلوش، يعني ما بيقولوش مبروك ومبروك ماشي، بس في حدود، في حدود تمام، والحقيقه ما فيش قله ادب، تمام، ده اللي بتكلم فيه، التعصب المسموح. انما انت احنا عندنا التعصب بيوصل لمرحله النموذج، التعصب اللي بيكون فيه قله ادب وبيكون فيه شتيمه وبيكون فيه اهانه، تجاوز. طيب لانه عشان ما فيش رابط، يعني انت عارف، انت لو في قانون بيحمي الكلام ده اعتقد انه ناس كتير تتعاقب، بس هو الحقيقه انه لما انت بتشوف مسؤولين بيتجاوزوا ما حدش بيحاسبهم، انت هتحاسب العيال الصغيره اللي موجوده على السوشيال ميديا؟ الحقيقه يعني لما نحاسب المسؤولين اللي بتغلط وبتتجاوز في حق الناس وبتتهم ناس في اعراضها من غير ما حد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، اعتقد انه هتلاقي الناس كلها يعني هتخاف. طيب انا لفيت معاك الدنيا، رحت معاك لاتحاد الكوره، رحت معاك للاهلي، رحت معاك لمنتخب مصر، لازم اسالك عن ناديك اللي انت بتشجعه اوروبيا، رايك في رحيل فالفيردي ايه؟ هو الحقيقه فالفيردي كان ما كانش فيه دك، يعني انت بتلعب مع انت كنت بتقطعه، انت ما بترحموش، يعني انت ورزق. لا الحقيقه ما انا مدرب لا يليق بمكان برشلونه، انا بطلت على فكره، انا يعني في فتره فالفيردي وعهده ما يعني كنت بطلت اتفرج على برشلونه. طب المدير الفني الجديد واختيار المدير الفني الجديد، شايف ان هو هينجح ولا اسم غريب كالعاده زي ما برشلونه بيعمل في اخر سنواته؟ اسم غريب كالعاده، بس حتى الناس الغريبه اللي اختاروها قبل كده كان عندها قبل فالفيردي، يعني كان عندهم يعني ما يسمح لهم ان هم يدربوا برشلونه، ولكن ده ما فيش يعني مش برضه يعني ما اطمنش، ده كان بيدرب غير الاستوائي، يعني ما اطمنش. لا ما اطمنش، ما فيش امل، لا يعني انا وانت هنقاطع خلاص. هنتفرج على غزل المحله. يعني ما خدش بطوله ولا حاجه، بقول لك اتفرج على البلديه، كابتن رضا عبد العال عامل اداء رائع في الحقيقه في التصريحات، بس يعني الحقيقه
استاذ احمد عويس يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، اتمنى ان انت تكون يعني استمتعت زي ما انا استمتعت بالحوار الشيق، واستناك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير برضه ان شاء الله. مبسوط معاك يا عمر، ويا رب تكون الحلقه عجبت الناس. ربنا يخلي حضرتك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس، نتمنى ان هي تكون نالت اعجاب حضراتكم. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الاهلي ليله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.